صناعياً، شدد وزير الصناعة أحمد زغدار أمس على هامش زيارته التفقدية لولاية غردايا على ضرورة رفع نسبة الإدماج إلى 40% خلال 5 سنوات أو 5 سنوات القادمة فيما يتعلق بصناعة وحدات مختلف الدراجات النارية، وهذا بالتعاون مع مؤسسة رونو. فيما يخص الدراجات، فيما يخص الشاحنات، فيما يخص الحافلات، فيما يخص السيارات، واش لاحظنا ان هناك بعض المنتوجات تستعمل في بعض الشركات من شركه رونو. لما لا، سوف نسعى كقطاع صناعي لرفع نسبه الادماج لهذه الصناعه الفتيه التي تكون ان شاء الله، لان طلبنا من متعاملي الاقتصاديين اللي راح يشاركونا في هذه الصناعه برفع نسبة الإدماج إلى 40% نهاية بعد 5 سنوات إن شاء الله. لاحظنا بلي هناك منتوجات ما شاء الله يبقى مرافقتها في عملية لامولوغاسيون داكور. كما أكد وزير الصناعة أن الشركات الصناعية وعلى رأسها الشركة الوطنية للأنابيب سترفع التحدي وترافق شركة سوناتراك في إنجاز مشروع خط الأنابيب الناقل للغاز عبر نيجيريا والنيجر إلى أوروبا. عاصم بخاري. وأصحاب المشاريع هما متخرجي إما من الجامعات أو مراكز معاهد التكوين، أن الدولة سوف ترافقهم. هناك المبالغ تم رصدها، سوف الدراسة راهي في عملية الدراسة، سوف تنطلق عملية التهيئة، والتهيئة تاعهم ما تطلبش مدة كبيرة، اعتقادي 6 أشهر. واليوم الحمد لله الدولة تسعى أن الطالب الجامعي يكون هو صاحب المشروع مباشرة. وهناك مشاريع، مشروع واعد ما بين الاتفاق المبرم مع شركة سوناتراك ودولتين نيجيريا والنيجر من أجل تزويد أوروبا، هذا سيسمح للمؤسسة أن تعرف حركية كثيرة وتوسع، في المطلوب فقط هو رفع من مردودية الإنتاج.